إذن أعزائي المشاهدين، تغطيتنا متواصلة عبر تي في بازيرال لتغطية أحداث دورة ملتقى الشباب التاسع هنا على أرضية ملعب البحر تحت شعار الشباب والوسطية الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحي الزاهر. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف الأستاذ محمد بهادر المدير العام لملتقى الشباب، بداية أو اللجنة الثقافية في ملتقى الشباب. بداية أستاذ محمد، نرحب بكم، نمسي عليك عبر تي في بازيرال. أهلا وسهلا بكم الإخوة المشاهدين وبتي زيدان خاصة، حياكم. أستاذ محمد، حدثنا عن انطباعك وشعورك وملتقى الشباب ينظم للنسخة التاسعة هذه البطولة. والله فضل من الله عز وجل استمرار هذا الملتقى طوال السنوات الماضية وبوتيرة من أفضل إلى أفضل، فكل نسخة بشهادة الجمهور والحضور والمشاركين تكون أفضل من النسخة التي قبلها، وهذا فضل من الله عز وجل. أستاذ محمد، كيف قيمت البطولة؟ كيف قيمت الفرق المشاركة؟ كيف قيمت اللجان القائمة على هذه البطولة؟ طبعا البطولة والملتقى سنويا يتكون من عدة لجان تقود هذا الملتقى إلى بر الأمان، فإدارة الملتقى رأس السنة هذه وللسنة الثالثة والرابعة على التوالي الأستاذ إبراهيم اللحياني، اللجنة الرياضية فيها الأستاذ حسن خرمي، ما شاء الله تبارك الله، هو فريق وفريق الانتصار يقودون حقيقة الجهة الرياضية بكل اقتدار أمانة، يعني فريق واللجنة الثقافية بقيادة أخوكم محمد بهادر، بعض البرامج الثقافية والاستضافات والعروض، فلجنة التجهيز تقوم بتجهيز المكان وتهيئة المصلى والصوتيات وكذا، اللجنة التوعوية أيضا لهم جهد طيب هذه السنة ما شاء الله، وتواجد من زيارة الحرم ومسابقة المبادرة التطوعية كذلك تحت إشرافهم، بعض توزيع بعض المنشورات الإعلامية المفيدة. أستاذ محمد، يعني البطولة في هذا اليوم تسير في المنعطف الأخير، تقترب من النهاية لقاءات دور الثمانية، لقاءات خروج المغلوب، كيف شفت مستوى الفرق المشاركة في البطولة؟ زي ما تفضلت، دور الثمانية هو يبدأ زبدة الفرق وتبدأ الفرق القوية المتنافسة تظهر في هذا الدور. السنة هذه الفرق قوية مشاركة ما شاء الله تبارك الله، وزي ما قلت لك كل سنة نجد في فرق وفي حماس من الفرق المشاركة، إن شاء الله تنبي عن خروج الملتقى بصورة جميلة. أستاذ محمد، كرئيس للجنة الثقافية، حدثنا عن اللجنة الثقافية بشكل عام، ما هي البرامج والآلية التي اتخذت في اللجنة الثقافية؟ اللجنة الثقافية تعنى بالبرامج على اسمها ثقافية، من مسابقات ثقافية، مسابقات حركية، بعض العروض المرئية، وكذلك اللقاءات مع المشرفين واللقاءات مع بعض الرؤساء الأندية وغيرها، وتكون في فترة بين المغرب والعشاء، تكون فترة ثقافية تخص الفرق المشاركة اللي عندها مباراة نفس اليوم. حاولنا السنة هذه أن نحقق شعار مهم يمس حياة كل شاب من شباب وطننا وبلدنا وكل شاب مسلم عموما، وهي الوسطية في الدين أو الوسطية في شمول في كل حياته، وسعينا إلى تحقيق هذا الشعار بالمحاضرات والندوات والمسابقات واللقاءات كلها، فكان يعني هدفنا منصب لتحقيق هذا الشعار وهو الشباب والوسطية في ومفهوم الوسطية في الإسلام. أستاذ محمد، سعداء كثيرا متواجدك معنا عبر تي في بازيدان، شكرا لك. شكرا لكم، وإذا سمحت لي أن أختم، وأنا تعنيت أن أختم هذا اللقاء بأن أشكر حقيقة لتي في زيدان على التغطية هذه، وأثني وإن كنت الواجب أبدأ بهذا الشكر للداعم الرئيسي لهذا الملتقى مؤسسة عبد العزيز بن سليمان الراجحي، لهم جهود حقيقة كبيرة منذ سنين وهم يدعمون هذا الملتقى وهو الراعي الرسمي من سنين، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل لهم المثوبة على جهدهم الطيب وعلى رعاية هؤلاء الشباب واستغلال أوقاتهم الاستغلال الأمثل فيما ينفعهم وينفع وطنهم بإذن الله تعالى. يعطيك العافية. شكرا لك.